صباح الخير متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. صباح الحب، صباح الفرحه، صباح مزارعين مصر الرجاله. الايد الشقيانه دايما كسبانه، الايد الشقيانه دايما كسبانه. النهارده بنبشر حضراتكم، بنزف ليكم بشرة الكتير جدا ما يعرفهاش، وهي ان محافظه المنيا، ايوه المنيا عروس الصعيد، بتشتهر دايما بالزراعات ذات الامن الغذائي القومي، وخاصة ان المنيا يعني فيها زراعات كتير ودايما بتتصدر المشهد في الزراعات المهمة مثل البطاطس والطماطم وقصب السكر. النهاردة احنا بنتابع حصاد محصول فول الصويا. فول الصويا ده من اهم المحاصيل الزراعية ذات الامن الغذائي القومي. زي ما انتم شايفين النهاردة العاملين الزراعيين والمزارعين والفلاحين الكل فرحان النهارده وهو بيحصد محصول فول الصويا. المزارعين بيقولوا ان احنا عندهم فرح النهارده. ليه فرح النهارده؟ ده رئيس اعمال فول الصويا، وزي ما انتم شايفين فول الصويا طالع بشكل جميل، انضف فول صويا بتزرع في ارض المنيا، لان ارض المنيا دايما خصبه. صباح الخير عليك، نتعرف بيك احمد مصطفى. احمد مصطفى عرفنا النهارده ازاي زرعنا فول الصويا وازاي بنحصده ووصلنا المراحل. احكي لنا من البدايه بقى، من ساعه ما حطيت اول بذره في الارض. اول حاجه بتجهز الارض، تمام، بتحرك، تمام، وبعد كده ترويه. ها النيل الفاضل بتزرع على الطين، لازم يتزرع في الطين وبيسقي تجاه ثاني. بعد كده يستوي 40 يوم عطشان. بعد كده بتجيب السبخ وبتزرقيه الزقيه الطويله دي. الفدان بياخد كام سبخ؟ يعني ما بياخدش كتير، ياخد 3 شكاير 4 شكاير، يعني ما فيش 4 شكاير. اربع شكاير. بس ما ياخدش اكتر من كده يعني. بعد كده بتجيب الزقيه العاديه، بعد 15 يوم ياخد زقيتين تاني. يعني هو الاول بيصوم ميه. بيصوم ميه. بعد كده بيزق زقيتين بعد التصويم وخلاص. يعني بتزق مرتين بعد التصوير. يعني بتزق قد ايه؟ بتقعد قد ايه تزق في الارض؟ يعني الفدان ياخد بتاع 4 ساعات. الفدان بياخد له 4 ساعات. احنا النهارده متواجدين في اكتر من يعني 1000 فدان مزروعين فول صويا. متابعينا الكرام، مشاهدي ابو كبير، زي ما انتم شايفين النهارده يعني بيتم حصد مرحله مرحله من الارض، فدان فدان. زي ما انتم شايفين فرحه المزارعين بحصد فول الصويا. بسم الله ما شاء الله. بص بص اللقطه دي، فول الصويا نازل يعني بجوده عاليه جدا. يعني الفلاح والمزارع النهارده فرحان جدا بفول الصويا. زي ما احنا شايفين معاكم، طبعا فول الصويا من اهم الزراعات، ليه فوائد صحيه عديده جدا جدا جدا. فول الصويا من البروتينات المتكامله غذائيا. الايد الشقيانه دايما كسبانه. يا استاذ احمد الفلاح العظيم، النهارده يعني حكي لنا، كمل بقى حكايتك عن الفول الصويا. بالنسبه لزراعته ولا بالنسبه ليه؟ بالنسبه لزراعته ومحصوله، وان ده محصول مبشر جدا ومصر يعني مهم جدا لمصر وفي الامن الغذائي. يا باشا محصول الفول ده مهم جدا بالنسبه للي بيخش في العلف وبيخش في الديون. طبعا مهم جدا، وخلي بالك احنا لو ندعم الفول ما نستوردوش من بره هيبقى يوفر. فكرته كلمنا عنها. والله العمال مع ابويا الله يرحمه. فهم حلوين يعني، بحب الشغل وبحب يشتغلوا معانا. بقالكوا كام سنه بتزرعوا على الفول الصويا؟ عايزين يعني بتاع 10 سنين. 10 سنين بتزرعوا على الفول الصويا زي ما انت.
طيب كل سنه بتزرعوه بيبقى مبشر وحلو الفدان جايب سعر، يعني يجيب سعر كام الفدان تقريبا؟ يعني خلاص كان يجيب بقى قال قليل بس كانت الحاله رخيصه الوقت الفدان ممكن يعمل 90,000 45,000. طيب يعني كويس ولا يعني جايب ثمنه؟ الحمد لله الحمد لله، يعني مراد الفلاح برضه الحمد لله. طبعا الفول الصويا ليه فوائد كتير وبروتينات كتير، يعني هل المزارعين من وجهه نظرك ان محصول الفول الصويا من اهم المحاصيل ان هو يهتموا بيها؟ طبعا. ازاي بتنصح الفلاح؟ بنصح الفلاح ان هو يخرب الارض ويديها تموينها الصح عشان ياخد منها ضرر. اه. ما يبخلش عليها، حتى لو بخل عليها مش هتجيب. لو بخل عليها ايه؟ مش هتجيب الانتاج اللي في دماغه. اه. بس. تمام. شكرا يا حاج يحيى. يعني متابعينا الكرام زي ما انتم شايفين مراحل اعمال دليس الفول والصويا وفرحة المزارعين والعاملين في فول الصويا عاملة ازاي. كل سنة طيبين. طبعا محصول فول الصويا زي ما انا اشرت منذ قليل ان هو في بروتين. فول الصويا فيه بروتينات كبيرة جدا يا جماعة، بروتينات وهو يعني من البروتينات المتكاملة غذائيا، لأنه بيحتوي على كافة الأحماض الأمينية اللي بيحتاجها الجسم لبناء سلسلة البروتينات. كمان وزارة الزراعة اهتمت في الأونة الأخيرة، مديرية الزراعة قد أصدرت بيان إن محافظة المنيا زرعت فوق 95,000 فدان من فول الصويا. طبعا الهدف من زراعة فول الصويا هو الوصول الى اعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، لانه من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتحقق الامن الغذائي لمصر، فضلا مع انه يتناسب مع نوعية التربة المستصلحة حديثا. وكمان الفول الصويا من اهم المحاصيل المهمة لاستخدامه في انتاج العلف الحيواني، يعني ده بيساهم في خفض الاسعار. بيساهم في خفض الاسعار لانه بيدخل في العلف الحيواني كده، يعني ال الاعلاف هترخص. هترخص طالما ان احنا بنزرع فول صويا كتير جدا. كمان بيتم الاستعانه من المختصين في مجال الزراعه لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا من حيث اختيار التقاوي المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة، خاصة ان احنا في الصعيد بتكون درجة الحرارة عندنا عالية. كمان بيتم تحديد الموعد المناسب لزراعته وتطبيقه وتطبيق انظمة الري الحديث وتزويده بكميات ونوعيات الاسمدة المناسبة ليضمن تحقيق معدلات الانتاج الطبيعية للفدان. يعني المزارعين دايما بيهتموا بزراعة الفول للصويا. ده التبن اللي طالع من الفول الصويا، وده اعمام مراحل اعمال التدريس. خمسة وتسعين الف فدان في المنيا بيزرعوا فول صويا. يا فرحة محافظة المنيا بالفول الصويا، بجد من المحافظة يعني في عرس زراعي جميل جدا. دايما احنا المحافظة الوحيدة المنيا هي اللي بتتصدر المشهد في الزراعة المصرية، خاصة في الصعيد، يعني تعتبر من اول المحافظات في شمال الصعيد اللي بتزرع دايما المحصول الاستراتيجي المناسب. مش بنزرع محاصيل اي محاصيل وبس، لا، بنزرع دايما المحاصيل ذات الامن الغذائي القومي. فرحتنا النهارده واحنا بنبث معاكم هذا اللايف
يعني فرحة عريبة لا تقدر بثمن، وبنشارك اخواتنا الفلاحين والمزارعين والعاملين فرحتهم في اعمال دليس محصول فول الصويا. صباح الخير، كل سنه وانت طيب. ايه رايك في فول الصويا النهارده؟ حلو، احلى المحاصيل. بتبقى مبسوط وتشغل فيه؟ بتشتغل فيه على طول بقالك قد ايه؟ ايه؟ قال لك 3 سنين شغال في فول الصويا، محصول مناسب وكويس وبيراضي الفلاح. كل سنه وانت طيب. الشاب الجميل ده برضه شغال في فول الصويا. كل سنه وانت طيب. كل الاراضي الزراعيه اللي زرع فول صويا ربنا بيكرمها. ليه؟ لان هي ده يعني المزارعين لما بيهتموا دايما بالمحاصيل الاستراتيجيه بيكون الخير دائم في مصر، وباذن الله مش هنحتاج لمحاصيل نستوردها من خارج مصر، لان عندنا الاراضي الزراعيه الكافيه اللي تراضينا وتوكلنا، وباذن الله مصر دايما في امن وامان واستقرار غذائي وامني كل حاجه واقتصادي. مصر فيها حاجه حلوه. ده بيحط دلوقتي القش وكل حاجه المحصول زي ما انتم شايفين. المكنه دي اسمها مكنه الدريس، بينزل الفول الصويا لوحده وبيتم نطر السبل بتاع الفول الصويا قدام حضراتكم دلوقتي اهو. محصول فول الصويا يا جماعه من اهم المحاصيل الزراعيه اللي دايما مصر بتتصدر المشهد في زراعته. المحصول نازل قدامنا بجوده عاليه جدا. بسم الله ما شاء الله على المحصول، بجد حاجه مبشره وحاجه مفرحه جدا. كل الشكر لكل عامل مصري ولكل مزارع مصري بيبذل مجهود عشان يحقق لينا الامن الغذائي ويحافظ عليه عشان نلاقي ناكل ونلاقي نعيش. فعلا المصريين في وقت الشدائد بيظهروا معادنهم. الفرحة المزارعين النهارده بفول الصويا لا تقدر باثمان. انا بشكر على حضراتكم على حسن المتابعه، وان احنا قضينا وقت جميل وممتع في الصباح الساعات الاولى من صباح. بشكر على حضراتكم على حسن المتابعه، وان احنا قضينا وقت كويس مع حضراتكم.
وعرفنا اهم زراعات الفول الصويا وازاي مهمه فعلا محصول امن غذائي قومي وكبير وفعال. مهم جدا ان احنا نهتم بالمحاصيل الاستراتيجيه اللي بتوفر لينا الامن الغذائي. شكرا على حسن المتابعه، ونتمنى ان نكون استمتعنا جميعا من زراعه الفول الصويا بالاراضي الزراعيه بمحافظه المنيا مركز صمالوط. شكرا جزيلا، كنت معكم مراسل المحافظه متابعه ابو كبير ميديا محمد علي عبد المنعم.